طيب داخلين على المباراة، فرسالتي داخلين على المباراة رسالتي قبل الإفريقية. اتفضل. رسالتي قبل المباراة الأفريقية، زي ما قلت لك هم دول المجموعة اللي هتخوض مباراتي الوداد إن شاء الله. تمام. فبالتالي عندنا كمان الحمد لله فرصة متسع من الوقت بعد تأجيل دور نصف النهائي، عندنا متسع من الوقت إن شاء الله يكتمل شفاء رامي ربيعة، يكتمل شفاء ياسر إبراهيم، ويحصل الانسجام. ومؤكد ان الجهاز الفني شايف زينا زيه الاخطاء ديت، وهيحاول يعالجها علشان خاطر يحقق البطوله الاهم، البطوله اللي كل الاهلاويه مستنينها. كمان ما تنساش ان راجع لنا كمان حسين الشحات، إن شاء ورجع الله. لنا كمان محمود كهربا، والمساله هتبقى مختلفه تماما، خصوصا ان الدوافع في البطوله دي هتبقى مختلفه عند اللعيبه، وده انا واثق منه تماما. بطوله الدوري شبه محسومه من الدور الاول، فمش عايزين الناس يعني تقسو على نفسها وتقسو أكيد على الفريق. أكيد. آخر حاجة في 30 ثانية، مباراة الوداد، وطبعا الناس على السوشيال ميديا مهتمة جدا بالأطقم التحكيمية اللي هتدير هذه المباريات، لكن النهاردة طمناهم وقلنا لهم لسه بدري في معسكر في القاهرة، الحكام هيكونوا موجودين في الفترة اللي جاية، هيطلعوا من مصر على المغرب، لسه في متسع من الوقت، مش هيعلن أسماء الحكام قبل يوم 13 أو 14 أكتوبر بإذن الله. هو الناس خايفة من كل شوية تسمع بكاري جسام، بكاري جسام. طب يا جماعه يا جماعه، ما بالعقل كده، بكاري جسام اخر مباراه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا ادارها بكاري جسام. هل من اللوائح والطبيعي ان بكاري جسام يدير مباراتين متتاليتين للنادي الاهلي؟ انت كمان عارف الكواليس وعارف القواعد، وما ينفعش يدير مباراتين متتاليتين في نفس البطوله حكم واحد. فالمفروض ان احنا نهدى ونعقل شويه. بس ومش انا اي عندي تقارير. رساله بالظبط صغيره، بالظبط. عندي رساله صغيره على بخصوص قناه الاهلي. ممكن اتفضل يا استاذ اسامه. شايف هجوم غير طبيعي على قناه النادي الاهلي بسبب التقرير اللي حصل فيه غلطه غير مقصوده، وتم علاجها وتم تصحيحها، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. لما بنغلط بنعترف وبنقول ان احنا غلطانين وبنصلح الغلط وبنرجع اكيد الحق لاصحابه، وده اللي حصل في التقرير. اكيد، وتم لكن تدارك الامر لما فعلا تيجي بالفعل. ولكن لما الاقي بقى قناه نادي منافس ما وراهاش كلام غير الموضوع عادي، دوت، يبقى ده لازم، العادي، لا لازم، لا ما لازم بنحبش اقول نتكلم لهم على ستوب. المنافسين يا استاذ اسامه، انت فاهم طبعا اكيد وعارف، ما فيش مشكله. ما انا اكيد. هقول لك بس جمله واحده بس، انا عشان اللي بيته اطلع من لفاصل ازاز اتفضل. ما نحدفش الناس بالطوب، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. بس اكيد، شكرا جزيلا استاذ اسامه، وبالتوفيق ليك يا رب، ودايما منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وبالتاكيد كل المشاهدين من خلال فقره ترند اونلاين.